أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وكن في حمانا، وكن في حمانا خاضعا متذللا، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. ولا تعترضنا في الأمور، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا. ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. ويكسى جلالا بالوقار، لأنه أقام بإذلال على باب عزنا. رفعنا له حجبا، أبحناه نظرة، رفعنا له حجبا، أبحناه نظرة إلينا، وأودعناه من سر سرنا. تمسك بأذيال المحبة واغتنم ليال بها تحظى بأوقات جمعنا. وقم في الدجى فالليل ميقات من يرد، فالليل ميقات من يرد وصال حبيب، فاغتنم فيه وصلنا. فما الليل إلا للمحب مطية، وميدان سبق، فاستبق تبلغ المنى. وسر نحونا في الليل، وسر نحونا في الليل، لا تخش وحشة، وكن ذاكرا، فالأنس في طيب ذكرنا. وعن ذكرنا، وعن ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغلون. ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا، ولا تنس عهدا قد أخذناه أولا عليك،
قد أخذناه أولا عليك بإقرار كتبناه عندنا ولا تنس إحسانا بسطناه عندما جهلت فقربناك حتى عرفتنا كفيناك أغنيناك عن سائر الورى فلا تلتفت يوما إلى غير وجهنا ولا تنس ميثاقا عهدت وكن بنا وثيقا ولا تنقض مواثيق عهدنا أمرناك أن تأتي مطيعا لبابنا فأبطأت كاتبناك مع خير رسلنا نسيت فذكرناك هل أنت ذاكر بإحساننا أم أنت ناس لعهدنا وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعنا نجبك فقل هل أنت حقا دعوناك للخيرات أعرضت نائيا فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا سألت فأعطيناك فوق الذي ترد عصيت فأمهلنا عليك بحلمنا غفرنا تكرمنا عليك غفرنا تكرمنا عليك وكلما تسترت أسبلنا عليك بسترنا نباديك بالإحسان تأتي بضده مع العلم والإقرار أن إنك عبدنا فيا خجلتي منه إذا هو قال لي فيا خجلتي منه إذا هو قال لي أيا عبد سوء ما قرأت كتابنا أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أما تخجلا من عتبنا يوم جمعنا أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أما تخجلا من عتبنا يوم جمعنا أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا إلينا وتنظر ما به جاء وعدنا فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا وقلنا لأهل الحب في خلوة الرضا أبحناكم الرؤيا تملوا بحسننا
فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات وجئتنا. ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غراما واشتياقا لقربنا. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت ثياب العجب عنك وجئتنا مجيبا مطيعا خاضعا متذللا لنعطيك أمنا من حظيرة قدسنا. فمن جاءنا طوعا رفعناه رتبة وعنه كشفنا الهم والغم والعنا. ومن حاد عنا ضل سعيا ومذهبا وباء بحرمان ولم يبلغ المنى. ومن جاءنا يعتد للصبر في البلاء ويصبر على البلوى لإنفاذ حكمنا. فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. فيا أيها العشاق هذا خطابنا إليكم. فما إيضاح ما عندكم لنا. فقال خواص العاشقين تذللا يطيب لنا في معرك الحب قتلنا. إذا كنت عنا راضيا فهو قصدنا. وكل يقول أنت في الحب حبنا. فلا دية نرضى بها غير نظرة إليك، ولكن نظرة منك تكفنا. وجدناك للأحباب أوفى مواد وأكرم محبوب ببر وصلتنا. تداركتنا باللطف في ظلمة الحشا وخير كفيل في الحشا قد كفلتنا. جعلت بطون الأمهات مهادنا ودبرتنا في ضعفنا ورزقتنا.
وأسكنت قلب الأمهات تعطفا وأسكنت قلب الأمهات تعطفا علينا وفي الثديين أجريت قوتنا وأنشأتنا طفلا وباللطف ألسنا تترجم بالإقرار أنك ربنا وعرفتنا إياك وعرفتنا إياك فالحمد دائما فالحمد دائما لوجهك إذ ألهمتنا منك رشدنا وأنعمت بالإسلام ثم هديتنا بواسطة منا به قد رحمتنا محمد المبعوث محمد المبعوث للخلق رحمة أجل الورى المختار طه شفيعنا أجل رسول جاءنا بشفاعة ودين قويم وهو عصمة أمرنا بطاعته سدنا وحزنا كرامة بطاعته سدنا وحزنا كرامة وفزنا بإسعاد وفزنا بإسعاد وتم سرورنا عليه صلاة الله فهو إمامنا وخيرتنا والملتجى يوم حشرنا متى ابن وفاء قال في الذات منشدا متى ابن وفاء قال في الذات منشدا أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا